آمين. يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب سيد الشهداء ثالثا وعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني. بكاياها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلعن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنسى إذ هتكوا حما فانثنى تشكو لواعجها إلى حاميها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نور قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ذكرت في الليلة الماضية شيء من قصة ابني آدم عليه السلام، واليوم نشير إلى جانب آخر من هذه القصة
ويعنينا الموضوع وليس القصة، وهو موضوع التسامح. الآية واضحة أن الأخ الذي جاء ليقتل أخاه وهو قابيل كما في الروايات وهدده، فكان رد الأخ الثاني وهو هابيل أنه أنت لو أردت قتلي فأنا لا أقوم بهذا الفعل، ما راح أقوم بقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. هذه الآية تأخذنا إلى موضوع التسامح. إذا الإنسان اليوم يعيش حالة من عدم التسامح، سواء كان فرد، سواء كان جماعة، سواء كان أمم على مستوى أمم كاملة، ديانات، طوائف، أحزاب إلى آخره، هذه المجاميع كلها الآن يعني نشعر بهذا الشيء ويحتاج إلى أدلة، وهذا يسبب الإنسان يسبب عنده مشكلة وهي فقدان السعادة. يقولون من أبرز أسبابه عدم التسامح. الإنسان لما يكون يعيش في جو في بيئة غير متسامحة يحس بأنه ما مرتاح مبسوط يعني، ولهذا يحتاج الإنسان التسامح في حياته، بحاجة إليه. نحن أول شيء التسامح ما هو؟ التسامح هو السهولة واللين. هذا الإنسان لما يقول هذا إنسان سمح، أو هذا سماحة فلان، شو معنى سماحة يعني؟ يعني صاحب السهل، هين، لين، الإنسان اللين، مو الإنسان اللي مقابلها بالإنجليزي التاف، يكون واحد اللي الأبز تبع التاف يعني، يكون سهل الإنسان. والمؤمن هين لين كما في الرواية، المؤمن مسامح، المؤمن سهل، طبعا ليس على الإطلاق، سأبين، بحيث الإنسان لا يأمن، لا يخشى ما جاء واحد يخطأ ويأتي إليه الإنسان ليعتذر. الإنسان المؤمن لا يخاف منه أنه والله هذا ما راح يسامحني في المجال، سأذكر في المجال المعين ليس كل المجالات. فالسهولة واللين هذا هو معنى التسامح. أول شيء وأول نقطة أنه التسامح الآن عند الغربيين طبعا يعني بنظرة ظاهرية هو أكثر من عندنا، أكثر. نحن الآن قليل واحد يقول لك أنا، إحنا متعودين دائما مش مسامحك أنا، ما كذا يعني، دائما الإنسان يحاول إنه يقطع الطريق على المقابل. يشوفون الآخر الغربي يعني رأسا I'm sorry أقل شيء يعني، زين يعطيك إشارات يعني، هذه كلها سيجنال، يعطيك إشارات إنه أنا مسامحك مو مشكلة. كلمة الاعتذار، كلمة I'm sorry مثلا قليلة تكون عند أجواء خص أجواء العربية يعني، والحال نحن أولى بها من غيرنا أولى. فلهذا هذا يعطي انطباع للناشئة وللجيل الجديد بأنه الإسلام غير متسامح، وهذه الخطورة هنا، أن يقول شوف الأمريكان كيف متسامحين مثلا، شوف ما أحلاهم بالشغل بالكذا بالمدرسة، احنا مثل الابو لما يسامح مثل ابنه مثلا على شيء بسيط، مو شيء اشياء كبيره، شيء بسيط يعني، خي ما يسامح اخوه، صديق ما يسامح صديقه، وهكذا. فيعطي انطباع انه خلل بالاسلام مو بالمسلمين، وهذا هو الخطا. الغربيين لو واحد يقرا تاريخهم، هذه القصه بدات عندهم مؤخرا ليس قديمه يعني، تقريبا بدات في عصر ما سموه عصر النهضه قبل كم سنه، قبل 100 سنه يعني، بضع مئات السنين. بدأ الغربيون بعد أن عانوا من صراع الكنيسة ومشاكل وحروب طاحنة بينهم، فجاء فيلسوف اسمه جون لوك بريطاني وطرح هذا المبدأ بدل الصراع، أنه بدل ما تصير حروب بيناتنا بين المسيحيين، طبعا لأنه صارت تعرفون المسيحيين قسموا، صارت بروتستانت كاثوليك موجودين، وحروب أكلت الأخضر واليابس، لو نقرأ التاريخ نشوف أكثر من حروب الآن اللي عندنا. فشافوا هاي لابد تصير حل يعني، أحد يسامح الثاني، فطرح مبدأ التسامح على هذا الفيلسوف وغيره أيضا، وبدأوا بهذه النقطة أنه كل إنسان يعني جذور، نأتي إلى جذور القضية، أن كل إنسان له حق
الاختيار لما يشاء من عقيدة من خصوصيات هو حر فيها، ولا أحد له أن يجبره على شيء آخر. يعني واحد مثل الآن يدين بدين معين، مثلا يعبد الشجر، يعبد الحجر، أي شيء يعبد، لا أحد يدخل في شؤونه. وهذا موجود الآن طبعا، يعني على مستوى التقنين موجود. فإذا قالوا كل واحد خصوصيات الإنسان هذه شيء مقدس لا يمكن الدخول إليه. واحد الآن من حقه أنه يعتنق ما يشاء بينه وبين نفسه، يعني هو حر ما لم يطلع هذا لبره ويؤذي الناس. هذا من الجذور المهمة التي أرادوا. الشيء الآخر الذي بنوا عليه، قالوا بأنه لا، ما في أحد بالعالم يمتلك الحق المطلق. يعني ما في واحد يقول أنا أفهم الناس وغيري ما يفهمه، فأنا الحق معي والبقية كلهم بالنار. هذا ما موجود عندهم، يعني هذا المبدأ هكذا بدأ. فما في أحد يملك الحق المطلق. فالإنسان لما يشعر أنه هو لا يمتلك، يمكن يخطأ، يمكن هو مشتبه، عند ذلك في مجال تأخذ نقطي معه. متى ما صار الإنسان مثل ما صار close minded كما يقولون، مسكر رأسه، ما في تعاطي معه أطلاقا. وهذا اللي صار عندنا مع الأسف الآن في عالم الإسلام اليوم. ليش ما في تسامح؟ لماذا؟ ليس الخلل في الدين، لا، خلل في الناس اللي يفهموا الدين غلط. لما واحد يفهم الدين غلط يكون هكذا، فيقول مثلا أنت فلان رافضي، خلص خلي أكس عليه، وهذا ما مستعد يتعاطى معك، ما مستعد يتفاهم معك، يعتبرك أنت خارج. يعني مرة كنا في بعض الحجاج كانوا ما يمكن، كنا في البقيع وكنا نسلم على الأئمة عليهم السلام، فجاء أحد هؤلاء الأوباش وشاف له واحد من الإيرانيين ولم يعمل شيء، يزور يعني بس يزور بينه وبين نفسه، لا حتى بدون كتاب. فجاء إليه صار بده مسكه من هنا بده يضربه. زين ذاك ما جاوبه، يعني ما لم يجيبه شيء بكل برودة. بعدين يتكلم بالعربي ذاك هذا الوهابي، يتكلم بالعربي يقول أنت خائن. خائن لمن؟ خائن يعني كلام ما له طعم أبدا. خائن على شو أنت يعني الوطن البلد؟ أنت خائن، أنت عميل، أنت كذا. جاب كل القاموس الكلمات الوسخة وألقاها على هذا الإيراني المسكين ما يعرف عربي كان. فهذا يدل على أنه هذا الإنسان إلى وين واصل، في درجة يعني إلى أي درجة من التخلف والانحطاط، بحيث واحد جاي الآن يعبر عنه هو عنده عقيدة، يعني عنده إنسان عقيدة يعتقد أنه هذا المكان مقدس، إن شاء الله يكون مو مقبرة. الآن الناس يقدسون شجرة مثلا، يروحوا للشجرة بقرة يقدسوها، بقرة. الآن في الهند ملايين البشر يجود البقرة، وهي هناك مبسوطة البقرة طبعا، لا تنذبح ولا أذية ولا أكلوا، طعموها حتى لو هم جياع طعموها وهم جوعانين، ولبسوا أحلى الملابس وقلادة وما أدري شو إلى آخره. هذا يعبر عن عقيدة. طيب يجي واحد يقول لا أنت ما من حقك تعود، لأن هذا عمل سفهي، عمل غير صحيح. هو حلو يصطف الله كما يقولون، لا أحد يجبره على هذا. فمتى ما شعر الإنسان أنه هو صاحب الحق وغير صاحب الباطل، هذا بعد ما عندك مجال، أنه ما عنده مجال يسامح الآخرين، ما يسامحهم. قل لا أنا صح 100%. طيب ما أنت غير معصوم وأنا غير معصوم، ففي أي مشكلة تحدث، في أي مشكلة، متى ما شعرت خلت هذه الأمور في رأسك أنه أنا مش معصوم، هو مش معصوم، يمكن أنا أخطأ ويمكن هو يخطأ، إذن تحل حالة الأمور في مجال نأخذ ونعطي معها. أما متى ما شعرنا أنه هذول كلهم باطل، هؤلاء كلهم ما يفهموا، هؤلاء كلهم كذا، فصار أنه المعادلة كفة راجحة من جانبه، وهذا سكر الطريق على أي تسامح. هذه من الأمور التي طبعا بالإسلام نحن أيضا يعني نعتقد ببعض هذه النقاط. نعتبر أن الإنسان من حقه عند خصوصياته، لا أحد يحق له أن يتدخل بخصوصياته. مثل واحد الآن عنده افترض هذا الآيفون، طيب ما من حق الزوج أو الزوجة يجوا يفتشوا على الآيفون وشو ولا مين حاكين لمين كذا؟ ما من حقهم ما دام الإنسان هو يعني طبعا أحيانا طفل، حتى هنا في القانون موجود الطفولة بعد يعني الأندر إيج، هذا شيء آخر. لكنهم بشكل عام كإنسان مستقل راشد بالغ
لا يحق لأحد يدور على خصوصياتك. قد يقولان عندي شك، عندك شك لماذا؟ يعني هذه القضية ما راح تعقد الأمر، راح تعقد الأمر. أن تواجه بخطئه قد يزداد الإنسان تعنت، يزداد يصير أكثر على الغلط، فيفكر الإنسان بطريق آخر، تدخل بإقرار رسالة، إقرار مدري إيميل إلى آخره. هذه الأشياء الإنسان حر فيها داخل بيته، يريد أي شيء يعمل هو حر. ما نقول هذا صح يعني، لا، لكن هو عنده خصوصية يعمل ما يشاء في ضمن حدوده، أما يطلع برا وخارج الناس هذا شيء آخر. زين، أيضا نعتقد بأنه ما من أحد يمتلك الحق مطلقا. حتى الآن المرجع على مقامه الكبير لا يمكن أن يقول والله المراجع الآخرين كلهم غلط وأنا صح، بس لا هذا ما موجود. ولا واحد من العلماء اليوم، ولا واحد أبدا يقول ويدعي أنه أنا الصح وما عندي من أحكام شرعية هي مطابقة للوح المحفوظ وغيري غير مطابقة. ولا واحد يجرأ كذا يقول، ولا مرجع. أحكام يسموها ظاهرية، يعني هذا اللي طلع معه، هذا بعد ما درس 50 سنة اللي طلع معه أنه هاي أحكام هكذا، يمكن الصلاة تكون هذه تصلي هنا مثلا قصر، هناك تصلي كذا في المكان، يمكن هذا الحكم بهالشكل. هذا اللي وصل إليه من بعد البحث والدراسة، ولهذا ليس سهل واحد والله مو دارس رأسا يقول يعطي فتوى ويعطي كذا. 4 سنين وخمسة كما الآن بالعالم الإسلامي فوضى الفتاوى، فوضى. 4 سنين بالجامعة وسنتين معهد ديني وينطي فتوى بذبح العالم، هي نعم بذبح الناس، مو صور يعني. يعطي فتوى بالربا، يعطي فتوى بأمور أخرى بالبنوم، معلش يمكن هينا شوية. أما رأسا فتوى 10 10 ذا عنده واحد نام بجزائر كان قبل، والآن 10 ذا عنده اسمه أمير، والأمير هو يحكم بعد كيف هو كيف يذبح. شوف التساهل إلى أين وصلنا فيه. على كل هذا جانب من جوانب التسامح. جانب آخر نرجع على المعنى اللغوي وهو اللين، التسهيل. هل الإنسان أن يكون متساهل في عقيدته، في عقيدته الدينية التي أخذها عن دراسة ومو عن تقليد، هل يتساهل فيها؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا معنى للعقيدة إلا أنه هي ما عقد عليه القلب، يعني قلبه وعقله وروحه اعتقدت بهذا بحيث صار جزء من حياته من تفكيره. الآن شوفت الإنسان المسلم الإسلام اللي عنده جزء من هويته، يعني ما فيك تفرق بينه وبينه، هذا مسلم. زين، يعني جزء من بحيث تشيل منه الناس، بعض الناس لو تشيل منه هذا الاسم خلاص يفقد كل شيء، يفقد كل شيء. فلهذا الإنسان عقيدته يعني يفترض أن تكون عقدة عليها بقلبه واعتنقها عن قناعة، هذا يفترض فيه. أما اللي ما أخذها عن وراثة ذاك شيء آخر، هذا لا يمكن تسهل به، تسامح به. ثانيا، الأحكام التي عندنا، أحكام الشرع هذه، هل الإنسان أن يعني يتساهل فيها، يتسامح؟ يعني يقول هذا متسامح في صلاتي، يمعنى متسامح يعني مو داير بال، هاي معناتها يعني ما مهتم، يعني كيرلس بالإنجليزي. يعني الإنسان إذا الله تعالى جعل هذه الشريعة التي هي يقول عنها جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء، شريعة سهلة ليس فيها صعوبات، ليس بها مثلا تعقيدات، هي فعلا سهلة. وقد كان الناس في أيام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويعلمهم بكل بساطة. ما كان قبل مثلا 15 جزء بس في أحكام الطهارة مثلا، الآن عندنا هذا الفقه الإسلامي موجود 15 مجلد فقط في مثل أحكام الصلاة أو الطهارة، وكل واحد يمكن 1000 صفحة. هذاك الإنسان لما آمن قبل والنبي موجود معصوم، يروح يسأل رأسا، يسأل المعصوم، ما يحتاج يروح يجيب روايات وكذا ورجال الرواية وسند، لا يبحث عن هذا. فكانت الشريعة بهالطريقة سهلة. الآن قد تقول وصلت إلينا صعبة ومعقدة، هذا فرق لأنه الزمن طويل، صار كذابين كثر، محتالين كثر عبر التاليه، تعال جيب الفقيه حتى يغربل هذه الأمور، مو سهلة. هذه مو سهلة الشريعة، بما أنها سهلة لا يحق للإنسان أن يكون متساهلا فيها، لأن الله تعالى لو يدري أن الإنسان مو قادر على الأحكام ما كان فرض عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو يدري الصلاة صعبة
خمس مرات صعبة على الإنسان، كان سواه اثنين وخلصنا. الصبح من يطلع للشغل واحد بيرجع بالليل، صحيح؟ هو مو عارف إنه راح ناس تيجي تعيش بأمريكا بعد فد آلاف السنين أو مئات السنين، وراح يصير صعب عليهم صلاة الصبح صلاة الكذا الظهر. وعارف الله المشرع، عارف مو عارف إنه إذا ناس صاروا في زمن إن تكون النهار 17 ساعة مثلاً أن الصوم صعب عليهم. الله يعرف، لما سوى الشريعة عارف هاي كله، ما فكر إنه يعني مو بس الله سوى الحكم هذا الديزاين بس للناس اللي كانوا قبل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لا، هو عارف هاي الشريعة باقية، حلال محمد حلال لا يوم القيامة وحرام حرام لا يوم القيامة. فإذا لا مجال للتسامح في شيء، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يأخذ من الدين ما يعجبه ويدع ما لا يعجب، يعني ما يطابق أهواءه، ما يطابق أهواءه يأخذ به، ما لا يعجبه يتركه. يشوف على مستوى الصلاة، على مستوى العبادة، على مستوى الحجاب، على مستويات كثيرة، كثير من الناس يتسامح بها، مو مشكلة هذه، مو مشكلة. يعني الحجاب اللي هو مثل جاء بنص قرآني وأكثر من نص، يعني مو معروف هذا الحجاب الأصوله معروف كيف يكون وكيف طريقته. أما الآن كم شكل موجود الآن، كم شكل أدوية الآن، كثير حجاب من ستايل وحجاب من نفخة وحجاب من ذلك، أشكال ألوان، يعني هذا مش حجاب، هذا يسموه تسامح، يسموه تساهل. زين، على مستوى حقوق الناس الآخرين لا يحق للإنسان له أن يتسامح بها. إذا واحد عنده الآخر عنده حق، نعم معه، لابد أن يكون، حتى عندنا في الروايات أنه لو مات إنسان، لو شهيد لو مات يوقف باب الجنة يقال شهيد، هذا موجود في الروايات، بسبب دين في رقبته، ما كل واحد من أمواله وما أخذها وما منضيها ثم مات. يعني الشهيد اللي أول قضاء يغفر الله يغفر له بها، مع ذلك لا يسامح. إذا هذا درجة، ولهذا قبل يقولون كان النبي الأعظم إذا جاءه رجل وكان عليه دين يقول احملوه أنا لا أصلي عليه، موجود في الرواية، إذا عليه دين وملاحة ماكله قل لا أصلي عليه. حتى ذكر طريفة هنا في هذا المجال لطيفة، يقال في مصر من المرات، هاي بعض الحيل اللي سووها بعض الناس، يقال جيء بجنازة إلى بعض أئمة الجوامع في مصر، فلما جيء بها قال يصلي عليه، قبل الصلاة واحد من المصلين صاح يا للشيخ، يا شيخ ما تصلي عليه، أنا لي مصاري، هذا عندي لي مصاري عنده، أنا كم 5000 جنيه مثلا، مبلغ كبير يعني، طب خلينا نصلي بعدين نعطيك إياها. قال لا، لازم تعطوني المصاري. المصلين بعد حرف واحد ميت وكذا ما يصدقون انه هذه، يعني مش معقول انه يظل الميت محير. كل واحد قال انا معلش انا راح انطي واحد 100 واحد 200 واحد كذا، انطوا المصاري، انطوا المصاري. زين، فبعدين اخذ المصاري وراح بده يصلي، الامام صلى عليه، اطلع وين اولاد الميت؟ ما في حدا، فتحوا التابوت ولا ما في ميت اصلا. في شيء قضية مرتبة، كلها مرتبة، في نوع من الحيل العجيبة غريبة في واقع الأمر، باعتبار استغلوا الحكم الشرعي هذا، أنه الإنسان الذي يموت وعليه دين لابد أن يقضى دينه. عارفين ظهر الفقهاء، ظهر الحرامية يعرفون يعني أشياء فقهية، فجاءوا من هذا الباب، والمسكين الإمام ما عارف، فتحوا أداس يقولوا سجادة وخليهم داخل التابوت. على كل حال، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صلي على إذا حقوق الناس لا يسمح بها، لابد إنسان يدفع كل آخر فرنك يدفعه، وإذا ما يدفع يدفعه هناك، إذا ما يدفعه الدنيا هناك محكمة في الآخرة راح يدفع أضعاف. إذا هناك كيف أنت الآن بالدنيا يمكن واحد يدبرها من هنا، هناك منين يدبرها؟ إذا الأب يطلب من ابنه لا يعطيه من حسناته لا شيء، قل لا ليس لك عندي شيء يا ابني، أنا تعبت عليك وأعطيتك وكبرتك وأقساط الجامعة، أريد منك حسنة واحدة محتاج لها. الآن الميزان بده حسنة واحدة، يقول له إني أحوج إليها منك، روح دور واحد غيري. إلى هالدرجة، شايفة القضية مو سهلة. الحساب بنية، يقول الإمام علي سلام الله عليه، بنية الدنيا في حلالها
حساب وفي حرامها عقاب وفي شبهات عتاب. مو سهلة عتاب ذا بشبهة عتاب بها ذا حرام خو عقاب أكيد. وفي الحلال حساب ما يخلص. اليوم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم جاء يقول إن أعطى درس عملي لهم، جاء أموال أعطاها إلى بعض الصحابة وقال لهم روحوا تصرفوا بهذه الأموال. واحد راح اشترى سلمان يقال وأمير المؤمنين سلام الله عليه وبعد عمار لعله، قال اذهبوا اشتروا بها. واحد أعطى بها مثلا معاملة سواها أعطاها للفقير، الإمام سلام الله عليه تصدق بها مبلغ بسيط يعني. ثم رجع وسألهم وكانت الشمس في حر الظهيرة، سألهم أين يعني وين مدة الأموال هذه، كانت الأرض حارة لاهبة يعني وما في ملابسين يعني الشحاط أو شيء. فوقفوا أول واحد وقف قال لي طيف الفلان واشتريت بها كذا وكذا، ورجله يحرك ويقدم يرفع ويضع رجله لأنه من الحر. ثم قال اذهب. جاء الثاني كذلك، لما جاء الإمام علي سلام الله عليه يقولون قال أين، قال صدقتها في سبيل الله عز وجل، قال انزل. أعطاهم درس يعني، هو مو الغاية أنه واحد يعني هكذا صدق أمواله كلها، لا، الغاية منها أنه الإنسان اللي يطول حساباته وربح وصادر ووالد وعنده حقوق شرعية ما 30 سنة ما دافعها، بعدين هذا حسابك طويل يصير طويل. في حتى لو من حلال في حلالها حساب، تعال منين جبت هذا الفني جبته منين، لازم جابه بحق، لأنه مو معقول هيك تخفى على رب العالمين. فإذا الحقوق لا تسامح فيها. أين التسامح إذن؟ في الأمور الشخصية. واحد الآن هو بينه وبين شخص من الأشخاص مشكلة شخصية، هنا الأفضل له أن يتسامح. الأفضل في قضايا ما تسوى طبعا، بين الزوجين باب أولى. بين الزوجين الآن كثير من المشاكل تصير وكثير من الطلاق وكثير من الخناق يصير، ما في تسامح. مشان أكله مثلا بديوم تأخرت الطبخة، بديوم تأخر الأكل، بديوم كذا، ما يعني الإنسان يسامح البعيد، كيف القريب له، كيف اللي عائلته يعني. فيسامح في الأمور الشخصية مو في أمور الدين، حتى لا يفهم أنه والله طيب المسلم إذا متسامح إذن خلي يسامح أعدائهم الآن، ليش يقتلوهم؟ لا، ما في، هذا حق، هذا حق الله عز وجل، هذا مبدأ. وإلا الإمام حسين عليه السلام يسامح يزيد، خلاص الإمام حسين ما عمل شيء يزيد، لا سرق أخذ منه أمواله ولا أذى شخصيا، بالعكس كان الإمام، لو كان الإمام ساكت بالمدينة كان أعطاه الدنيا، أعطاه كل شيء. لكن الإمام عنده حق الناس أهم، حق الناس اللي ظلموا اللي اضطهدوا، فلهذا ثار سلام الله عليه ومطالب بحقوق هؤلاء. المجال الشخصي فيه فيه لما النبي الأعظم في كثير من الحالات والأئمة الطاهرين سامح. وكلنا يعرف لما جاء النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مكة فاتحا وقد فعلت قريش الأفاعيل معه، لكن لما جاء إلى هناك التفت إليهم يوم فتح مكة، أول شيء شاف واحد من الصحابة صيح اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم راح أورجيكم، اليوم تسبى الحرمة. رأسا أمر عليا عليه السلام خذ الراية من أقبل، أخذ اللواء من وأخذ نادي اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. هذا منطق الإسلام، احترمهم. والنبي إجا لهم وقف إليهم، ماذا تروني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وعفوت فاسجح، فإن العفو من شيمك. قال والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لأخوته، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقة. أطلقة بجرد قلم يعني بسهولة. تصور ذولا منهم كان فيهم، فيهم مجرمين عتاد، فيهم من آذى النبي كل يوم كان يؤذي يوميا، يعني 10 سنوات لما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج من مكة، خرج طبعا بعد ما أذوه، والمسلمين عذبوا المسلمين وفعلوا كل شيء، قال لهم كلمة واحدة فقط، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. وطبعا العفو هذا يدل على محبة الإنسان. يعني أنت شوف الآن خطابات أهل البيت سلام الله عليهم، خطاباتهم مع أعدائهم ما فيها تشفي، خطابة سيد زينب عليه السلام، إمام زين العابدين، ليس فيها أنه والله يعني سب ولعن، لأنه سووا مجزرة بينا. نحن الآن إذا واحد سووا بينا مو مجزرة، إذا واحد الآن سبنا على الفيسبوك أو على سبنا بس نمسح الأرض فيه، صح ولا لا؟ ولا لا؟ هذول سووا مجزرة فيهم، وبعده الآن جديدة يعني
بعد يعني قبل يومين ثلاثة، وجاءوا بهم أسارة أيضا هم بالأسر وصعدوا المنبر وبإمكانهم أن يتكلموا كل شيء، هم أهل البلاغة وأهل الفصاحة، لكن ما تكلموا به. اقرأوا خطبهم، لم يتكلموا بهذا، تكلموا بفضائلهم سلام الله عليهم. خطابهم مو خطاب متشنج، الإنسان متشنج إنسان اللي يحس بأنه مجروحة كرامته، الإنسان اللي يكون هالشكل يطلع اللي بداخله كله طبعا. أما هؤلاء من معدن آخر، وكل حتى ليس فقط الأئمة يعني، حتى الناس الكبار الشخصيات العظيمة لما تمر بهم هذه الحالات ما ينزل إلى مستوى المقابل، ما ينزل إلى مستوى، يكون أكبر وأرقى وأكثر ذوقا. خطبوا بهؤلاء الناس، هم قتلوهم، هم اللي كانوا مشاركين معهم بكل لطف بكل أخلاق عالية. وهذا يعلمنا أنه الإنسان حينما يعيش مع أناس غير متسامحين، ولو يخطب بهم عشرات الخطب، لو أعطاهم كل الكتب، لا يؤثر كما هو فعله يؤثر. أنت الآن جرب أن إنسان يسيء إليك وتحسن إليه مرة واثنين وثلاثة، على الأقل يخجل، وحتى لو لم يقدر ذلك أنت تبقى كبير في نفسك، لأنك لم تنزل إلى مستواه. أنت تحت يعني أنت بحاجة إلى أن تبين ما في نفسك من خير أحوج منه هو، إذا ما يقدر هذا الشيء. ولهذا نحن من عاشوراء من كربلاء نتعلم هذه الدروس، كيف أن الإمام عليه السلام مع أعدائه كيف كان، صحيح قاتلهم لأن هذا الأمر آخر، لكنه في نفس الوقت كان يعيش هذه الروح، روح جده صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أنه هذه الأسرة، هذه العترة الطاهرة، عاشت هذه الروح الطيبة في هذه الليلة الأليمة. أود أن أذكر عن امرأة من النساء اللواتي عشنا ذلك الخلق النبيل، ذلك المجد، وهي أم البنين التي كانت قد قدمت أربعة من الأبطال، أربعة من الأشبال قدمتهم بين يدي الحسين سلام الله عليه. وإذا بها لما تسمع خبر الحسين سلام الله عليه، ما نفس الشيء، بس وصل بشر إلى الناعي يعني، وصل المدينة وقال لها، خبرها بأولاده الأربعة. بالعادة يعني إحنا مثلا مغرد الفعل كيف يكون، واحد الآن يقول له ابنك قتله مثلا، من قتله؟ قتله مثلا فرد ناس مثلا، الله لا يجير الجميع، يبدأ يعني يفقد الإنسان. فلما قيل لها أنه عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عبد الله، إلى وصل إلى عباس سلام الله عليه، يقول الناعي، يقول كان على كتفها طفل لأبي الفضل العباس، سقط الطفل من على كتفها، قالت ويحك، أنا ما أفكر بأولادي، ويحك لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين إيش أخباره، شوف الوفاء، شوف الخلق. أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ عند ذلك قال لها بشر، عظم الله لك الأجر بولدك الحسين، كأنه ابنها هو، وليس ابنها لكنه بمثابة الأم له. كانت لما جاءت إلى بيت علي عليه السلام يقولون، قالت لعلي، أول طلب عندي لك يا أمير المؤمنين أن لا تناديني بفاطمة، حتى ما يتذكرون أولاد فاطمة الزهراء أمهم، ناديني بأم البنين، وكنيت بهذه الكنية. هذه المرأة كان مثال الأخلاق، مثال التواضع، مثال النكران الذات مع أبناء فاطمة عليه السلام. ولهذا كانت تعيش فعلا، قدمت الأولاد وقدمت كل شيء، ولكن كانت تبكي الحسين سلام، تطلع على البقيع تصنع قبورا خمسة، تسوي أربعة علام لأولادها والقبر الخامس، ثم تسوي القبور الأربعة بالأرض، تمسحهم بالأرض، وتبقى عند القبر الخامس كأنه قبر الحسين على العين، رمز إلى كأنه قبر الحسين، وهي تنادي لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوث العريم، كانت بنون ليودعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، يا ليت
أربعة مثل نسور الربا قد غادر الموت بطعن الوتين. يلد شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين ورجعت إلى أن جاءت عائلة الحسين يقولون منعت زينب امرأة أن تدخل عليهم، ولكن طرقت الباب وإذا بها أم البنين. قالت للنسوة قمنا واستقبلنا شريكتنا في العزاء. يا من رأى العباس، هذا نوع من الندبة للعباس من أم البنين. يا من رأى العباس كر على جماهير النقد، نبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يا أم البنين الأربعة محد دفنهم دمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم. ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم فوق التراب مرت وشافتهم مطاعيم. لا تدعوني ويك أم البنين. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين والبادلين بأحسن القبول، إلى أمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على